سؤال بقى النهارده بيقول ايه؟ يا ريت يا منى، يعني هي بعتت لي وقالت لي يا ريت يا منى تقولي لي كل المعلومات اللي اتكتبت على الجروب عن شد البطن. يعني كل واحده عملت شد بطن عايزه تعرف خلاصه القصه. فانا بقى عملت ذاكرت السؤال كويس قوي وكتبت لها، طلعت لها من على الجروب كل تقريبا فكره ومعلومه وقصه جت تحت كلمه شد البطن. مبدئيا ايه هو شد البطن؟ انا حاولت والله اكتب كل حاجه. اصبروا بقى معايا واسمعوني. ايه هو شد البطن مبدئيا؟ شد البطن هو مبدئيا ان احنا الدكتور بيشيل الجلد الزياده في البطن، بطن بيكون فيها تانية، بيشيل الجلد الزياده، بيعمل نحت خفيف، بيشفط شويه دهون. ما ينفعش شد من غير شفط، لازم في معظم الاحوال يعني لازم يشد الجلد ويشيل شويه دهون ويربط العضلات. ده الفول تامي تاك او التيبيكال تامي تاك. في طبعا في اختلافات بس دي اللي معظم الناس بتعمله. يبقى ايه هي؟ شرحنا ايه هي. مين اللي بيحتاج شد البطن؟ اللي بيحتاج شد البطن الناس اللي بيبقى عندها ترهل شديد في العضلات. ترهل العضلات ده بيكون اما نتيجه، في معظم الاحوال بيكون نتيجه الولاده، انما ترهل الجلد بيبقى مش لازم ولاده، بيبقى في ناس طبيعتهم كده مع الوقت جلدهم بيترهل فبتحتاج تعمل شد البطن. طيب في انواع من شد البطن؟ في انواع. في شد حزامي اللي هو الشد الكامل من البطن من قدام ومن ورا، ده بيبقى شد كامل. الناس دايما معظم اللي بيعملوها الناس اللي عملوا جراحات سمنه وخسوا قوي فكل الجسم بيترهل فلازم الدكتور يشد البطن من قدامه من ورا. وفي شد مصغر اللي هي الميني تامي تاك اللي هي ما بيبقاش داخل معاها خالص اي شغل في السره، بيبقى من تحت السره بس جلد صغير بيتشال، دي الميني. وفي الشد التيبيكال اللي انا اتكلمت عليه في الاول، وفي شد بالطول وبالعرض، ده قصه طويله ربنا يبعدها عننا، دي يعني ما بتحصلش كتير. طيب هل يا ترى، شوف في ستات بتقول ايه ده هم هيشيلوا السره بتاعتي ويرموها ويحطوا سره جديده؟ لا طبعا، اللي بيحصل ان الدكتور بيغير مكان السره بس، يعني هو بيفتح لها فتحه جديده في البطن، انما السره اصلا السره دي يعني حاجه مسدوده. على راي دكتور هشام المناوي دكتور كبير وكل مصر عارفاه، طلع مره قال لي يا جماعه ما تخافوش السره دي ما بتدخلش على حاجه جوه، هي سره ما فيهاش حاجه ولا 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 هتعوركم ولا هيحصل فيها اي حاجه، هي مجرد سره، فهو بيغير بس مكان السره. طيب ايه اللي ممكن يحصل غلط؟ عشان انا بحب دايما اقول الموضوع ده قبل ما اقول الحلو اقول الوحش. اللي ممكن يحصل غلط عشان انت تكوني عارفه، عشان انت تقدري تحكمي عن نجاح عمليتك، تقدري تقولي هي العمليه دي معموله صح ولا معموله غلط. اللي ممكن يحصل غلط ان الجرح يكون مش واخد شكل الدايره او نص دايره. التيبيكال الجرح الصح قوي 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 ان يكون فيه شويه زي السمايلي فيس كده، نازل كده شويه زي الابتسامه، ما يبقاش خط كده مشدود، يعني ده افضل. الخط المشدود ما بتبقاش احلى حاجه، الافضل ان يكون فيه دوران شويه. تمام. اسخف حاجه كمان ساعات بتحصل ان الجرح بيبقى من الجنب في حتتين بارزين كده اسمهم دوجي ايرز. علاجهم سهل قوي يا جماعه والكلام ده علاجه سهل، انا بس بقول امتى تقدري تقولي ان جراحتك ناجحه بنتيجه 100%، ان ما يبقاش فيه الحتتين الزياده من الجنب الدوجي ايرز دول. طبعا ان الجرح يبقى مستقيم، مش مستقيم قصدي ان هو عدل، قصدي ان هو ما فيهوش زجزاج. يعني في للاسف نتائج بعض الجروح بتلاقي الجرح طالع ونازل، يعني طبعا ده سهل ان هو يتعاد بس الجرح الصح انه يكون مستقيم، ما يكونش فاتح، ما يكونش فيه زجزاج. الصح كمان ان الافضل ان يتعمل معاها شد دهون، شفط دهون سوري، ما تتعملش شفط بطن، شد بطن بس، الاحسن ان يتعمل معاها شويه شفط دهون. طيب فتره التعافي ده من كلام الناس يا جماعه، اول اسبوع بتكوني شويه تعبانه لكن بيكون عندك البنج اللي هو زي ما دكاتره كتير حكوا اللي هو البي سي اي اللي بتتحط في الوريد، بتبقى معاكي في البيت، او ما بتحسي ان الوجع زاد بتدوسي عليها تخفف الوجع. اول اسبوع، على تاني اسبوع، تالت اسبوع بتبتدي، يعني نقدر نقول ان تالت اسبوع تقدري تنزلي شغلك تشوفي حياتك، انما قبل كده انت محتاجه راحه تامه، محتاجه حد يكون معاكي في البيت. الموضوع بتاع شد البطن مش، ما اقدرش اقول انها عمليه بسيطه ولا عملية صعبة، بس هي عملية محتاجة ان يكون في حد معاكي، مفيش بيبي تشيليه، مفيش مطبخ، مفيش الكلام ده، مفيش شغل، على الاقل اول اسبوعين لثلاث اسابيع. طيب مستوى الالم ايه؟ مستوى الالم للاسف ان هو من المتوسط لعالي، وانا مش بضحك عليكم، يعني انا بقول لكم اللي بيحصل فعلا على ارض الواقع. الدكاترة بتقعد تقول يا جماعة دي بيس اوف كيك ودي حاجة بسيطة، لا في وجع. حتى مع المخدر والبنج في وجع، فانت لازم تكوني داخلة عارفة ان في وجع. لما انت بتكوني داخلة عارفة ما بتوجعش قوي، انما لو انت داخله فاكره ان مفيش وجع خالص هتلاقيها بتوجع جدا. طيب علاج الالم ايه؟ ان زي ما قلنا في جهاز بي سي اي بيتركب في ايدك. طيب مده العمليه من 4 لـ7 ساعات، فانت ما تقلقيش ابدا لما تلاقي صاحبتك دخلت وتاخرت قوي 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 جوه، ما تقعديش تقولي لا ده الدكتور كان قايل لي ساعتين، لا تامي تاك من اطول العمليات وتاخد وقت طويل
وبلس ان الوقت بتاع العمليه انتوا ما بتبقوش حاسبين فيه وقت الافاقه والتخدير، انتوا بتفتكروا ان هي كل الوقت ده هي جوه اوضه العمليات ومتخدره وفي البنك، لا، في وقت تحضير قبل العمليه وفي وقت افاقه بعد العمليه، ده كله ممكن يزود ساعه ساعه ونص في فتره العمليه عشان ما تقلقيش. طيب بعد بقى العمليه بيكون في جرح كبير في البطن من قدام، ولو ناس عملت البلت او الشد الحزامي بيكون جرح من قدام ومن ورا. علاج الجروح ايه؟ في علاجات كتير، اولهم الليزر طبعا، بتبتدي بعد اول ما بتدي جلدك يبقى احسن شويه بتبتدي تروحي تعملي ليزر على الجرح، بيحسن جدا 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 شكل الجرح. الناس اللي بيطلع لهم كيلويدز او في ناس الجرح بتاعها بيعلى كده شويه بيتحقن بيبقى تمام. طيب انت مش عاجبك ده ومش عاجبك ده، ممكن بمنتهى البساطه الناس اللي عندها القدره او ما عندهاش مانع تروح تعمل تاتو عادي، بيتعمل تاتو كده على الجرح شكل ورق شجره، ورد، عصافير، بيداري خالص الجرح وما بتحسيش بيه. طيب هل حنقل دم؟ هل اللي بيعملوا عمليات شد بطن بينقلوا دم؟ احتمال كبير عادي بيحصل، اكدب عليكي لو قلت لك انه مش هيحصل، عشان في ناس كتير بينقلوا دم في العمليه وبره العمليه ومش شد البطن بس، اي عمليه جراحيه وارد قوي ان انت تنقلي دم، ودي مش مصيبه ومش حاجه مرعبه، دي حاجه بتحصل على طول، طول ما انت ماشيه مع دكتور كويس وواخد الاجراءات الصح ما تخافيش لما يقول لك انك هتنقلي دم. نتمنى ان ده ما يحصلش، بس هو بيحصل، يعني بيحصل مع حالات كتير عشان ما تبقيش خايفه. طيب هل البطن بيكون شكلها رياضيه بقى ومرسومه؟ مش دايما، مش دايما، في دكاتره بتعمل حاجه اسمها رسم، يعني حاجه اسمها يعني بيرسم كده عضلات البطن بتاعت الست، على فكره عضلات بطن الستر بالطول غير عضلات بطن الراجل اللي بالعرض، فهو في دكاتره بترسم كده الرسمه دي وفي دكاتره ما بترسمهاش، بس مش معنى كده ان بطنك هتبقى زي واحده رياضيه، لا، مش كل الناس بتوصل للنتيجه دي، ودي برده حاجه لازم تكوني عارفاها، على حسب شكل جسمك انت ايه قبل العمليه، على حسب في حاجه اسمها دهون حشويه او دهون اساسا جوه في الامعاء، مش الدهون اللي بره اللي بتتشفط، فمهما شفطتي بيبقى فيه البطن عاليه شويه. مش كل الناس بتطلع على نفس الشكل. هل في درنقه؟ بيكون في درنقه، لازم بتفضل اسبوع بعد العمليه. هل لازم مساج لمفاوي؟ لازم مساج لمفاوي، الاحسن يعني، مش لازم بس الاحسن، ده بيسرع التعافي. بتباتي قد ايه في المستشفى؟ ممكن يوم، ممكن يومين، ممكن تطلعي في نفس اليوم، كل ده وارد. طيب ممكن نحمل بعدها او مفيش حاجه هتمنعك، لكن الاحسن ما تحمليش بعديها، الاحسن انك تعمليها بعد ما تخلصي كل الاولاد علشان تحتفظي بالنتيجه اللي انت عاملاها. لازم كورسيه؟ لازم كورسيه 45 يوم. امتى هتشوفي النتيجه النهائيه؟ هتشوفي النتيجه النهائيه من 3 ل 6 شهور، مش بتبان على طول، على ما الميه تطلع من الجسم والنتيجه كلها تظهر. هل تنفع بعد الولاده؟ اوعي تعملي شد بطن مع الولاده، أسوأ حاجه ممكن تعمليها لنفسك. اتمنى ان انا اكون رديت على كل الاسئله، كان فاضل سؤال واحد عن الاسعار ودي حاجه كان نفسي اقولها بس ما ينفعش.